الحكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. شوق دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كانت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وانا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي انها كانت جوازت مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربة قطمت وسط النور. سلام عليكم يا رجالة، زي ما انتوا زي ما انتوا. اه ده رجع. ضربة قطمت وسط النور. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح. كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصة درجة تالتة. غازية يعني. بس كانت بمية رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقة. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر. ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته. والمعلمة ضاوية معرفتش تفك الشفرة. أزبابة ميدلع سلامة بندين. تعال نورت مكانك. أعرفك على أحلى الطيور. أزبابة هنا. نورت مكانك يا بندين. أوف وش هنا هنا أهو. الذبابة الملعونة وقفت فين؟ على الزجاجة. فنششتوها. إزاي؟ ايوه بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. هش هش نورت مكانك يا فندين. يلا على السلام. السلام عليكم. فاكر زي ما انت يا رجاله. زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. قمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. ذبابة. ايوه يا فندم. بس على الرجاله ورصنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورصنا حجرين. من خيركم يا رجاله. سهر عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدرات. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفين يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شو دي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها. خليك بقى معايا في الحدوته بتاعت انا. اعمل ايه في البلوه اللي جابتها لي البت اياها؟ سعاد عليك مشكله بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرتي. سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاها. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حية في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها دي. خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخيال. وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم. امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون. دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 جنبه يا جنبه. ارفع ايدك فوق يا
يلا وشك للحيط يلا. ارفع ايدك فوق يلا. يتوب علينا ربنا. واحد شوت من دماغك بس ايه دبل. شكرا. سارة؟ مي؟ دينا؟ ليلتك سودا كل دول يقاطي وحسيني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيتي امتى من السفر؟ لسه جايه النهارده، روحت قعدت مع ابويا شويه وجيت على هنا على طول. يا بنت الايه حته مفاجاه، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتني قوي، بس انت بقى مش هتاخدني بالكلمتين دول، مين اللسته الطويله العريضه اللي انت عمال تقولها دي؟ لا والنبي بلاش نكد، بقول لك انت قاعده معانا ولا اجازه؟ لا قاعده على قلبك. يا بخت قلبي. يا سلام، بس انا بقى مش عايزه اقعد في المكان ده، هتوديني فين النهارده؟ هنروح فين؟ الكافيهات كلها شبه بعض، كلها شيشه وطاوله وناس قرف، ريستورانات ناس خناشير وعواجيز. حتى كلوبز المزيكا فيها بقت عايزه تخلي الواحد يجري منها. بس 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 ايه الملل اللي انت فيه ده؟ خلاص يا جماعه جت اللي هتفك علينا كلنا. انا بقى النهارده هوديكم كلوب عمركم ما رحتوه في حياتكم. يلا يلا, يلا. جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي.